عامل رحلات سياحيه بحريه، وبعدين قريبه يعني 10 دقائق الى البعيده منها 25 دقيقه. تمام. اكبر هذه الجزر جبل حسان، واطلقها جزيره صغيره اسمها المنقلب، لكنها جزيره جميله جدا. هي يعني بصراحه حتكون حلوه ومميزه خاصه اللي هواة الغوص. جدا الغوص والصيد يعني ترى هم اللي برضه يعني موسم الصيد الان بدا لمده 3 شهور. طبعا انا اتواصل الحديث عن موضوع الزياره، يسعدني ان يكون معي سعاده رئيس المجلس البلدي في محافظه سمرج الاستاذ ناجي بن احمد المرواني. حياك الله استاذ ناجي. يا هلا مرحبا يا استاذ محمد. استاذ ناجي، طبعا هذه الزياره الجميله الحقيقه، واللي انا الحقيقه حتى اليوم هذا الاجتماع وهذا التوافق وهذا ايضا وهذه تبادل الخبرات الجميله بينكم وبين المجلس البلدي في الافلاج، ترتيب هذه الزياره كيف تم؟ المجلس البلدي في الافلاج نعم طلب منا استضافته. نعم. وأرسل لنا خطاب واجتمع عندنا المجلس ولبى هذه الزيارة، وأرسل له لا مانع لدينا من زيارة. جميل. الإفلاج لمحافظة سمرة. لكن طبعا هدف هذه الزيارة أستاذ ناجي دائما مثل هذه الزيارات أهدافها تبادل الخبرات بين المجالس. نعم. فكرة جديدة في أي مجلس تنقل للمجلس الثاني. جميل جدا. أستاذ أهم الأماكن اللي جمعت يوجد على أن يزورها رئيس أعضاء المجلس البلدي في الأفلاج. زيارة المجلس البلدي، زيارة البلدية، زيارة المشاريع والأماكن الأثرية، مثل ديوانة المناخة للواء المتقاعد الدكتور مساعد سلامة الصاي، أثرية، وكذلك المناطق الساحلية والمناطق الاستثمارية. زاروا جميع المناطق الاستثمارية، ونشلهم كذلك عن طريق بروجكتها حتى يشوفوا المناطق السياحيه. اهم ما لفت اعضاء ورئيس المجلس البلدي في الافلاج؟ صراحه لفت انتباههم قالوا البحر بكثر. نعم. والبحر يعتبر كنز لكم. نعم.